الراجح في زواج الثيب نفسه لا يحل المرأة أن تزوج نفسها ثيبا أو بكرا لا نكاح إلا بولي. وأيضا ما استدل به على الثيب بخصوصها أن معقل بن صرق قال كانت لي أخت فزوجتها لرجل أكرمته وأفرشته، يعني جهز له الفرش وأكرمه وزوجه، ثم طلق هذا الولد أخت معقل بن يسار، قال ما ثم تركها حتى انقضت عدتها وجاء يخطبها، فقال له معقل بن يسار زوجتك وأكرمتك وأفرشتك وطلقتها ثم تركتها مدة لا تسأل عنها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها إلي، لا والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآيات الكريمة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.